إذن هاي الديواليتي أنا بسميها الثنائية. كيف جماعة الميكاترونيك تتذكروا لما كنا نحكي عن الاندكتر؟ الاندكتر بيشتغل كسورس وبيشتغل ك لود. إذا الكرنت فيه عماله بزيد فهو بيكون لود، وإذا الكرنت بنقص فيه معناها هو سورس. والكباستر نفس الإشي، بس هناك الفولتج وهون الكرنت. الديواليتي للدي سي ماشين، الدي سي ماشين بتبدأ تشتغل كموتور، يعني إيش بحط عليها؟ بحط فولتج، الفولتج بولد كرنت، والكرنت بيعطيني تورك. التورك ايش رح يعطيني؟ دوران. في اللحظة اللي بصير فيها دوران ايش بتكون في الـ في الوايندينجز؟ عند هاي اللحظة بصير في عندي جنريتر. والجنريتر ايش رح يعمل؟ باك ام اف اي والاي ام اف رح يعاكس مين؟ رح يعاكس الفولتج اللي حطيته. واضح هاي الفكرة؟ انا ما دام بدا يلف بقدرش امنعه يصير جنريتر، مظبوط؟ نفس الشيء افرض يجينا شغلنا جنريتر. الجنريتر ايش راح اعمل؟ راح احط عليه تورك، مش هيك؟ التورك راح يولد اوميجا. اوميجا راح تعطيني اي ام اف، مظبوط؟ الانديوس فولتج. الانديوس فولتج انا ليش حطيته؟ مش عشان ازود الكاستمرز اللي بيستنوا، الزباين تبعوني اللي بدهم فولتج، راح يبدوا يسحبوا الكاستمرز هذول ايش؟ كرنت. اللحظه اللي صار فيها كرنت ايش راح يصير في عندي؟ تورك يعني موتور، وهذا الموتور ايش راح يعاكس التورك؟ هذا راح يعاكس التورك الاصلي اللي ولد، اوكي؟ فهذا الجنريتر انا شغلته كجنريتر، متى ما بدا يشتغل ويسحب كرنت، الكاستمرز يسحبوا منه كرنت، ايش صار عندي؟ صار يحط تورك بيعاكس التورك الاصلي. فالبرايم موفر تبعي اللي عم بيشغل ايش راح يبدا يحس؟ بس الناس يسحبوا كرنت، شو راح يحس بهذا الجنريتر؟ انه في تورك معاكس. وهون نفس الشيء انا حطيت فولتج على التيرمينلز تبعت الدي سي موتور. لما ابدا انا ابدا اشغله واسحب منه تورك ايش راح يحس في عندي؟ لما يبدا يعطل يلف ايش راح الاقي؟ فولتج، والفولتج راح يعاكس الفولتج الاصلي اللي موجود هون، والتورك هون راح يعاكس التورك الاصلي اللي موجود هون. هاي ديواليتي اوف دي سي ماشينز. اوكي ماشي؟